حققت محافظة العاصمة إنجازا مهما على المستوى العربي بفوزها بجائزة درع الحكومة الذكية العربية لعام 2019 التي يمنحها المركز العربي لتكنولوجيا الخدمات الذكية والابتكار لحكومات الدول العربية والمؤسسات الرسمية التي تتماشى تطبيقاتها والتقنيات التي تستخدمها على الانترنت مع المعايير الدولية للمواقع الإلكترونية الرسمية، حيث نال تطبيق عاصمتي التابع للمحافظة الجائزة التي تسلمها معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة في حفل أقيم مساء أمس بجمهورية مصر العربية. وبهذه المناسبة أكد معالي اعتزازه بهذا الإنجاز المشرف الذي يجسد دعم وتوجيهات الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية على الارتقاء بالعمل في المحافظة من خلال مد جسور التواصل مع الأهالي بهدف الاهتمام باحتياجاتهم وتلبيتها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص من جهة، وتذليل الصعوبات التي قد تواجه الأهالي من جهة ثانية، حيث باستطاعة التطبيق الوصول لأكبر شريحة ممكنة من الراغبين في التواصل مع محافظة العاصمة بغرض الاطلاع على كافة أنشطة وفعاليات المحافظة وتقديم اقتراحاتهم واستفساراتهم، إلى جانب دليل المجالس في العاصمة، ليضيف ذلك مزيدا من الديناميكية على آليات التواصل مع الأهالي. وأكد الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة أنه من منطلق خدمة المواطنين والمقيمين والنهوض باحتياجاتهم يندرج تطبيق عاصمتي للهواتف الذكية ضمن خطة المحافظة لتحديث وتطوير قنوات تواصلها، لتأخذ المحافظة على عاتقها مسؤولية إدراج 20 قناة تواصلية مع الأهالي بشقيها المباشر والإلكتروني ضمن برنامج عملها. وأشار معالي إلى أنه وسعيا لرفع مستوى التفاعل عبر التطبيق ولتعزيز التواصل بين الأهالي والمحافظة، تقوم فلسفة عمل التطبيق على خلق شراكة مجتمعية فاعلة من خلال شروع محافظة العاصمة في الاتفاق مع عدد من النشطاء الاجتماعيين في القرى والمناطق التابعة للمحافظة لمتابعة رصد احتياجات وطلبات مجتمعاتهم السكنية وتقديمها عبر تطبيق عاصمتي. الجدير ذكره أن المحافظة قد نالت مسبقا جائزة التميز في التواصل مع العملاء من قبل الملتقى الحكومي 2018، كما أن محافظة العاصمة تعد أولى المحافظات التي انضمت مسبقا للنظام الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل. أنا فخور اليوم بإنجاز محافظة العاصمة فوزها درع جائزة الحكومة الذكية العربية لعام 2019، ولا شك أن هذا الإنجاز نفتخر به بفضل دعم معالي الشيخ راشد بن عبد الله وزير الداخلية ودعمه للشراكة المجتمعية، اللي الحمد لله بفضله تحقق هذا الإنجاز وحققنا إنجاز نفتخر به في مملكة البحرين. الجائزة تعني الكثير، وهي تقدير للجهود اللي بذلوها الموظفين بالتعاون مع الأهالي والناشطين الاجتماعيين لتوصيل آرائهم من خلال تطبيق عاصمتي. طبعا التطوير في مجال التقنية مهم جدا والإلكتروني، وإحنا الآن في المحافظة عندنا 20 قناة للتواصل سواء إلكترونية وغير إلكترونية، وإن شاء الله يكون تطوير هناك على تطبيق عاصمتي ليخدم أهالي محافظة العاصمة.